فكانت الاستجابة في السابق من جميع جماهير الشعب. يعني كانت الناس. طب اليوم دعني من السابق، اليوم الآن في استجابة لهذه الدعوات؟ بمعنى هل الحشود كبيرة أم نزلت الأمور في بدايتها حتى نتخيل المشهد يعني على الأقل في عدن؟ بالنسبة للحشود هناك بعض الحشود بدأت يعني تتجمع، ولكن ما نقدر نجزم أنه ممكن يكون هناك حشود بما يعني دعا له المجلس بالنسبة للدعوة اللي تقدموا بها. طيب وهل هناك حالة استنفار أمني يعني في محاولة لمنع هذه الحشود من أن تكون كبيرة وبالتالي تؤثر على سير الحياة الآن والعمل في المؤسسات في عدن؟ لا العكس صحيح طبعا. الحشود قد تكون يعني شريكة فيها جميع المعسكرات والدال بتشارك لأنه هم اللي يدعوا لها. أيوة فعكس ما كان عليه بالسابق. يعني كنا عندما ندعو لأي دعوة كانت تقوم علينا الحواجز وتسمى الاعتقالات وده لأنه كان نظام آخر. طيب شكرا لك من عدن عبد الناصر الشيخ، العكس يعني. نعم رئيس المجلس الاستشاري في المجلس الأعلى للحركة الثورية الجنوبية.